Les événements à venir. احنا رجعنا لكم في البريماتينال على اكسبريس اف ام باش نحكيوا اكثر على اكثر الانشطه والاحداث المنتظره لنهار اليوم 16 ماي. اليوم نلقى وزير النقل ربيع المجيدي يشارك في فعاليات معرض ومؤتمر الشرق الاوسط للسكك الحديديه بابو ظبي في دورته 17. اليوم زاد موظفو هيئة مكافحة الفساد ينظموا وقفة احتجاجية قدام مجلس نواب الشعب احتجاجا على غلق الهيئة من أوت 2021. اليوم إضراب حضوري بمقر قناة التاسعة بدعوة من نقابة الصحفيين على خلفية عدم خلاص مستحقات العاملين. اليوم زاد نلقاو في مدينة الثقافة دورة عدد 2 للصالون المغاربي للأمن السيبرني والحوس با فيها برنامج محاضرات ورشات عمل. بالطبيعة باش نحكيو فيه بأكثر تفاصيل ونرجعوا لأكثر الحينيات متاع البرنامج هذا ومتاع الصالون هذا. ومعانا في إكسبريس اف ام فما فريق كامل متواجد حاليا في مدينة الثقافة باش نحكيو على أكثر التفاصيل. اليوم نشاط منتظر لوزارة الأسرة والمرأة ونلقى وزير التربية ووزيرة المرأة يمضيوا على منشور مشترك بخصوص تنفيذ برنامج تكوين وتحسيس تحت شعار لا للعنف الوسط المدرسي. تقريبا كانت هذه أهم الأنشطة والأحداث المنتظرة لنهار كيما نهار اليوم 16 ماي. بعد شوي باش نعطيكم فكرة على أهم المواضيع وأهم الضيوف اللي باش يكونوا حاضرين معانا في مختلف